اهلا بحضراتكم من جديد. وفي البدايه طبعا برحب بنجمنا الكبير، نجم مصر في لعبه كمال الاجسام، محمد شعبان. اهلا بيك يا كابتن حبيبي. حبيبي استاذ هيثم، ربنا يحفظك. منورنا. الاول انا بتشرف بيك واشكرك على اللقاء الجميل ده وكل قناتنا الاهلي والمشرفين عليه. احنا بنرتب له من الفتره ده يا كابتن. واللي خلف الكواليس طبعا لازم اذكر اسمه، الاستاذ صلاح، ربنا يحفظه. ربنا يخليك. فانا سعيد جدا ان انا معاكم النهارده، ان شاء الله نقدم حاجه كويسه للناس باذن الله. كابتن، يعني يمكن هتكلم معاك عن البدايات. انت ابتديت شاب طبعا، انا قلت يمكن الاسم القريه هي المعصره. المعصره الدهليه. ايوه. انا هو خلي بالك انا راجل جذوري من الدهليه زيك. لا احنا بلديات اصلا. يعني فاحنا يعني الدهليه مع بعض، خرجت عظماء. يعني كلمني عن البدايه. احنا كنا بنقول في المقدمه ان انت رحله كفاح، وشاب زي اي شاب مصري ابتدى حياته وكان ليه طموحات وامال. كلمني عن بداياتك، ابتديت ازاي في قريتك، وايه اللي خلاك تروح لكمال الاجسام؟ والله الموضوع كان صعب قوي. يعني البدايه احنا طبعا من اسره بسيطه جدا، غير يعني من الاول معدومه الحال في الاول. الحمد لله النهارده بقينا ميسورين الحال. الحمد لله طبعا. كانت ما فيش حاجه اسمها فكره عن الرياضه. بدات طبعا حياه البدايه كطفوله كانت مرض انيميا الفول لمده 12 سنه. انت وانت عندك 12 سنه؟ لمده 12 سنه، من سنتين لحد 12 سنه. من سن سنتين لسن 12 سنة. عندك انيميا الفول. طيب المرض ده انت يعني جالك نشأت بيه، كان تأثيره عليك طبعا ايه؟ قال لي انه جالي وانا عندي سنتين طبعا. طب جالك ازاي، ولا كان تأثيره ايه الانيميا الفول؟ ايه تأثيره عليك؟ تأثيره ان كان هي المرض ده هو انيميا الكرات الدم البيضاء بتاكل الحمر. اذا انت اكلت اي شيء بقوليات او اي شيء بينقسم النص او اللي هو جميع البقوليات يا خبر ابيض. فكان الموضوع صعب جدا، لان انت انا شبه ضعيف جسمانيا. وطبعا والدي الله يجزيه يديله الصحة ويحفظه يا رب، هو اللي كان مباشرني ومعايا دايما. فتخطينا المرحلة دي عند 12 سنة والحمد لله. يعني مش تخطيناها من المرض، لا يعني انا اللي بدأت اتجوزها نفسيا. لكن كان المرض مستمر، لانه انا عندي 13 سنة او 14 سنة خدت دم تاني فعلا، نقل دم وكده. يا خبر ابيض. بعد كده انا طبعا كنت بشتغل نجار وبتعلم النجاره من وانا صغير فعلا. الله اكبر. فكنت بتعلم نجاره بجانب الدراسه وكده. في سن حوالي 26 سنه او 27 سنه. كبير. طبعا عندي نجار وعندي ورشه ويعني شغال. وشغال يعني. فكنت ليا صديق رياضه كمال الاجسام جت بالصدفه البحته يعني. انا شغال عند صديقي زي الاستاذ هيثم، كان اسمه احمد يحيى، فهو مدرب سباحه وكده. فقال لي ليه ما تلعبش كل ده كنت في قريتك لسه انا لسه تمام. فليه ما تلعبش كمال اجسام؟ طب ايه اللي خلاه يقول لك كده؟ لا ما هو ما انا كان يعني ربنا عطيني الهيئه الشكل اللي هو شكل بس كنت بتلعب. بس شكل كويس يعني، شكلك جسمك من شغلتك وبتاع بس شكلك حلو، بس ما كنتش بتمارسها. لا ما بمارسش. بتروح صاله حديد؟ لا لا، في الوقت ده ما كنتش بروح صاله. لغايه سن 26 سنه؟ لغايه سن 26 سنه. ف قال لي ليه ما تلعبش؟ فانا ليه ما العبش؟ انا راجل نجار يعني. ايه اللي دخلني المجال ده وايه اللي ليا في سيبنا يا عم في حالنا الله يخليك. فبدا يفرجني طبعا. كان في ايامها طبعا احمد الورداني ورامي وابراهيم سامي، وكان في ابطال كتير مصريين كانوا موجودين في الكويت في الوقت ده، وكانوا يعني لهم اسم يعني. بداوا يجمعوا بصراحه. يعني لو اي حد كان مكاني انا مالي ومال الناس دي. انا فين وانا. ده كان ردي يعني، انا مالي ومالهم. فبصراحه هو ما سابنيش غير لما أقنعني بالموضوع ده. وفعلا سافرت قفلت الورشه لا تعالى بقى يا كابتن، لا تعالى لي هنا يا كابتن، انت بتقول لي كده يعني ايه التغير ده؟ انت دلوقتي النهارده عندك ورشه وراجل كسيب بيشتغل كويس ومن امهر النجارين بالزبط. يعني مش انا مش نجار شغال وبتاع. عندنا صور هنجيبها، ما تقلقوش هنجيب الصور دي. بس انا قصدي اقول ان انت يعني شغال الشغلانه دي وفجاه هتبتدي من الصفر. من الصفر في حاجه ثانيه وفي بلد ثانيه. موضوع اقناع بس ولا صدقت ان تقدر؟ هو الاول هو وراني طبعا، فتح اللابتوب. ايه يا كابتن معلش يا جماعه ردوا لنا الصوره هنا معلش لو ينفع. موجوده. لا انا هوريها لك يا استاذ المشاهدين. احنا كل احنا بص احنا مراقبينك. يعني خلي بالك. فهنجيب صوره طبعا زي ما انتم شايفينها هتتعرض معانا يا كابتن. خلينا هنا الاول، هي الصوره اهي. انت يا كابتن اللي في الوش ده. انا اللي في الوش ده. الشاشه يا كابتن. مفيش شعر طبعا دلوقتي. مفيش. وجسمك مش جسم لعيب بس واضح ان انت قوي الجسمان. يعني شويه كويس. سيمتري من عند ربنا كان حلو. سبحان الله. ودي في ورشتك كنت شغال. ودي في الورشه بتاعتي. وطبعا عايز اترحم على
دي تفتكر سنه كام دي يا كابتن؟ دي كانت ممكن 2014 2015 2014 مش بعيد يا كابتن. لا يعني التحول ده مش في عدد سنين قليل، الله اكبر. دي كانت 2014. فطبعا طيب. اول عايز اترحم على الولد ده، كنت بعلمه النجاره علي، فالله يرحمه. الله يرحمه. ده كان اكبر منك ولا اصغر منك؟ لا ده كان صغير عني طبعا، بعلمه النجاره وكده. الله يرحمه يحسن الله يرحمه. طيب اقنعك صديقك ان انا فطبعا انا ما اعرفش في الوقت ده حاجه عن الانترنت والسوشيال ميديا، وما اعرفش اي حاجه عن كده. انا راجل بس. مركز في شغلي وراح اشتغل 16 ساعه 15 ساعه في اليوم بس. ليك اخوات؟ طبعا عندي 5 اخواتي او كانوا شغالين، انا 6 صبيان وعندي بنت. لا 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 كل اخواتي كانوا شغالين برا. ما فيش حد في صنايعي غيري يعني، ما شاء الله هم متعلمين افضل مني كمان. ما فيش حد يعني ايه صنايعي او في النجاره غيري يعني. ففي الوقت ده ما حدش طبعا لما تروح تقول لاهلك انا هسيب شغلي صعب، انت مجنون يعني، كل هيقول لك انت مجنون يعني. طب الحاج والدك لان انت مطلوب، هو ده بقى إيه؟ هي دي، هو ده النقطه بقى. هو الوحيد اللي قال لك انا معاك، ربنا يخليه لك رب. ربنا يديله الصحه. قال لك ايه بالظبط فاكر؟ بابا انا حاج بالحاج انا جاي، انا قررت اغير. طبعا في الاول كله قال لك رفض ازاي، ويا عم شغله رياضه كمال اجسام مفهوم عنها كمان يا استاذ هيثم انها مش رياضه، مش بتدخل فلوس وصعبه جدا، تصرف عليها في الاول كتير ومكلفه جدا جدا ومتعبه كمان، وهي رياضه غير كل الرياضات لان هي 24 ساعه انت عايش في قلب الرياضه دي. نعم يعني 24 ساعه انت عايش في روتين. نعم فكل قال لك استحاله الموضوع ده، انت ازاي وفي ابطال قبلك ومحدش وصل. بس انا كنت شايف نفسي ان ممكن، ليه ما اكونش البطل الفلاني؟ ليه هفضل النجار الفلاني؟ والحاج صدقك، والحاج قال لي انا معاك لو هبيع، لو هبيع جلابيتي. ربنا يخليه لك يا رب. هو ده الاب يعني، انا بفتكر اللحظه دي. هو ده الاب يعني، انت اللحظه دي صعبه عليك. طب يا جماعه ودنا صوره الحاج يعني كده، يعني شعبان بيتكلم عن الحاج. بتحبه انت شعبان؟ جدا. ربنا يخليه لك يا رب. طيب انت قلت له ان انا عايز اسافر يا بابا، قال لي انا معاك حتى لو بيجي لبيتي. الكلمه بصراحه انا نفسي يعني وجعتني. لا يعني وجعتني. هو صدق، صدقك وهو كان بيثق فيك. والدك ربنا يديله الصحه، ربنا يحفظه، ربنا يديله الصحه يا رب. يعني انت شكله على فكره يعني ديك شكل منه جدا. دي قريبه الصوره دي؟ دي 2019 تقريبا. ربنا يديله الصحه يا رب، ربنا يديله الصحه ويبقى فخور بيك. طيب قال لك توكل على الله. وفعلا قال لي انا معاك بس ما تفشلنيش او ما ترجعش ورا. برافو، ما تتراجعش. مفيش. نصيحه غاليه. خد خطوتك وكمل، اوعى تبص وراك. وفعلا الموضوع كان صعب قوي لاي حد ان هو يتراجع. في اول ما سافرت الكويت طبعا كان الموضوع صعب. رحت على حد؟ رحت طبعا على صديق ليا كان اسمه عصام عبد الهادي. كان هو بطل كمان والناس في الوقت ده. قلت له عايز اشتغل في جيم، فشغلني معاهم في الجيم. انت عايز تشتغل عشان تبقى لعبة ايدك والاجهزه الحديثه. اشتغلت، اشتغلت. فاشتغلت لقيت الموضوع صعب جدا، مفيش بقى فكره ان في حد يدعمك وهيقابلك بالحضن وتعالى، لا لقيت الموضوع صعب. فاشتغلت في النادي من 8 بالليل ل 4 الفجر. فتره 8 ساعات. هاديه شويه. واشتغلت بالنهار. هاديه في اولها، في اخرها، اولها بتبقى زحمه. واشتغلت بالنهار نجار. كمان من 8 عشان تجيب فلوس. عشان الموضوع صعب انك انت كده ما بتنامش يا ابني. ما هو الموضوع انك انت فكره ان انت ما عندكش وقت عشان تحقق حلمك. الله اكبر. يعني انت بدات 26 وبعد سنه وفاتك كتير، وكمان ما ينفعش تتراجع. ربيت نفسك في الميه يا باشا. خلاص يتعدي، هو ما فيش الا شطين والاثنين وانت في النص. انت رميت نفسك. المسافه واحد، تتعلم العوم والمسافه واحد، مسافه واحده، يا ترجع يا تكمل. تشتغل نجار الصبح، تشتغل في جيم، اشتغل في جيم الليل، واتمرن بعد الشغل، بعد التمرين، بعد الشغل كنت بتمرن بعد الشغل واخلص. يعني كنت بنام لي حوالي ساعتين ثلاثه في اليوم، اربعه في ايام ما كانش. قعدت كده شهور، قعدت كده شهور لغايه ما في يوم قالوا لي ان في بطوله في الكويت. كان كم سنه قعدت في الفتره دي بقى؟ لا انا بص، لا انا ما قعدتش فتره كبيره. انا بص معلش اعذرني، انا عايز اتكلم في تفصيل تفصيله، لان احنا لينا ملايين الناس المغتربه بره، اخواتنا واهالينا وحبايبنا وشباب زيك بيتفرج عليك يمكن في قريتك المعصره او غيرك، والنجاح اللي انت حققته في لعبتك غيرك عايز يحققه في مجالات ثانيه، فلازم يلتقي يعني ياخد الالهام منك والاصرار منك. وكمان في نقطه عايز، انا مش حلمي، انا حلمي اعلم الناس المثابره وانها ازاي تحقق اهداف،
مش بس في رياضه كمال الاجسام، في اي حاجه، لان مش كل حاجه هي رياضه كمال الاجسام، في اي رياضه، في اي شيء هتصبر وتقدر. مهندس انا اسف، حتى لو بنا كل شيء، كل واحد طيب يقدر. هنرجع لقصتنا، قعدت كام سنه في الكويت بتشتغل الصبح وتتمرن وتشتغل بالليل؟ هو الموضوع ده انا اشتغلت فيه سنه بس، كنت بعد حوالي من 7 لـ 8 شهور انا كنت بلعب بطوله مصر اولمبيا الكويت وخدت مركز ثاني. يعني انت اول بطوله تلعبها كانت بطوله عالم وخدت مركز ثاني. كانت بطوله عالم في الكويت، كان اول بطوله شارك فيها؟ اول بطوله في حياتي شارك فيها. لا بص، دي رساله من ربنا، انت محظوظ الحمد لله. خلي بالك لان الحاجات دي انت محظوظ ومش محظوظ، يعني انت مكافئ يعني، بس ربنا بيدي رسائل للبني ادم طبعا لما يلاقي واحد زيك، هو ربنا اللي ادرى بيك. وانا كنت دايما اسال الاستاذ هيثم، هل مش انا كويس؟ هل انا ينفع اكمل ولا ما اكملش؟ كنت تسال السؤال ده؟ كنت بسال، ما بسالش حد انا حلو ولا وحش، لان مش هينفع تقيمني، انا عايز اعرف ينفع اكمل؟ اقدر؟ شايف ايه؟ طب لما كانوا في الجيم بيشوفوك في الكويت بيحصل ترانسفير لجسمك وشكلك، ما كانوش بيستغربوا؟ في ناس كتير كانت بتقول، في ناس كتير كانت مؤمنه ان انا في يوم من الايام هوصل، في ناس من كل اللي حواليا، والناس دي لسه حاليا انا معاها، المدربين اللي كنت شغال معاهم اللي هم كانوا زمايلي في الجيم وحاليا لسه بنتواصل، فالناس دي كلها كانت مؤمنه ان انا اقدر اوصل، كانت شايفه فيا ليه ما توصلش. وفي ناس كتير جدا شايفه ان واحد هيشتغل على نفسه شويه وهيتعب زي غيره. احبطوك. احبطوك. طيب دخلت مستر او بطوله عالم، نقول مستر اولمبيا في الكويت، كان مشارك اسامي كبيره. اولا دي كانت محترفين ولا هواه؟ كانت هواه في الاول، لازم تلعب هواه، لازم هواه عشان تاخد كارت احتراف. طيب لما شاركت في اول بطوله، اللي بياخد كارت احتراف ده بيقعد له 4 5 يعني بيج رامي، في احنا طبعا ليه بنقول بيج رامي؟ لانه يعني صاحبك وحبيبك ونعرف علاقتكم ببعض كويس، اخوك طبعا. وبالمناسبه كابتن محمد يعني اتصل بيه قبل الحلقه، يعني كان بيسال عليه، يعني قصدي اقول لك انه يعني انتوا بينكم من بعض تشابه كبير في قصتكم. ولكن انت رحت الكويت وبدات تطلب عايز اخش الهواه، وبيقعدوا يلعبوا 3 4 سنين هو عشان يخش ياخد كارت. طبعا دي صوره ليك مع صديقك وحبيبك بيج رامي، يعني اسطورتين كبار وقصتين كفاح، شباب مصري يعني مكافح. طيب قلت اخش الهواه ودخلت خدت مركز تاني، شعورك كان ايه وتفكيرك بقى ايه؟ الاول ما كنتش مصدوم، لان الصدمه بتيجي عند، انا بعتبر ان اي شخص هينصدم في حياته بالمركز اللي حققه هي اول محطه النزول. برافو عليك. ما حسيتش انت عملت حاجه لسه؟ لسه انا بدأ، انا دوب انا حطيت نفسي على اول سلم والمشوار لسه كبير، يكمل يا خلاص، لان خلاص جيت كل ده تحب. لان انا فاكر ان انا اليوم ده انا واخد تاني بطل عالم، يعني انا واخد في، هي تصنف بطوله عالم واخد مركز تاني، ولكن معيش 8 سندوتش بعد ما بروح. يا خبر ابيض فعلا، انا واقف بطل والناس بتسقف لي بس ما فيش في جيبي 8 سندوتش، 8 وجبتي ما فيش، ومش عيب. ولا مش عيب، وكنت بالعكس. وبالعكس انا بذكر النقطه دي لحاجه اساس، عشان مش ما تفكرش ان كل بطل النجاح مش سهل، لانه لو كان سهل كان زمان كل الناس نجحت. تنجح الله عليك. فان النجاح هو طريق محاط بالصعاب، وانك هتقع 100 مره 1000 مره، هتقابلك مواقف تخليك انك عايز تيأس من الحياه، بس لازم تتعداها. طيب انت قعدت دخلت خدت تاني اوتوماتيك، خدت كارت احتراف خلاص؟ لا ده انا ما كنتش اعرف حاجه في الرياضه اصلا. ده دخلت كده انا ما اعرفش حاجه، ماشي. انا لعبت تاني مستر اولمبيا، خلصت، فضلت تاني يوم رجعت شغلي، اشتغلنا بعدها حوالي شهر سافرت جنوب افريقيا، خدت بطوله ارنو كلاسيك. لا تعالى لي بقى واحده واحده، انت بتقول لي شهر كده، لا ده احنا هنمسكه نفصصه. انت دلوقتي شهر، جبت تكاليف سفرك ازاي؟ انا بشتغل، وكمان قول انا خدت فيزا ازاي، وانا اصلا كنت واخد الفيزا اللي كنت رايح بيها الكويت فيزا صياد سمك، ما ينفعش ان انت تقدم على فيزا تانية وتسافر اوروبا او تسافر افريقيا وكده. عملت ايه؟ انا كنت بقدمه على الله حكايتي زي ما بيقولوا. وتدعي ربنا ان ربنا يسلك. تسلك. بس انا انا فاكر ان احنا لما قدمنا بعدها، انا سافرت اسبانيا طبعا، فكل قال لي مجنون هتطلع فيزا اسبانيا ازاي؟ فقلت لهم هقدم على فيزا، ما عندكش حساب في البنك، ما عندكش حاجه، ما عندكش، انت اصلا عايش في بلد تانية وانت فيزتك ما تساعدكش ان انت، فقلت لهم انا هقدمه بس. فقدمت، وناس تانية اللي معاها الامكانيات دي فيزيتها اترفضت وانا فيزيتي اتقبلت، وسافرت اسبانيا برضو بعدها. ربنا ربنا طبعا، يعني دي ايمانك بالله وايمانك بنفسك طبعا، واكيد مشوارك ده ما مشيتش بيه غير بايمانك بالله سبحانه وتعالى. اكيد، لان انا مقتنع تماما ان ربنا مش هيضيع تعبك،
وان انت مش مطلوب منك الا انك تجتهد وتسال ربنا بس. بفتح عليك يا كابتن. طيب رحت جنوب افريقيا، خدت اول مستر كلاس، اول ارنولد كلاس، اول ده اللي هو لسه في الوقت ده. انا انت لما تقوليش بقى، ما تقوليش عادي هو في ايه، لا ما تقوليش عادي انت تاني، وما شاء الله احنا جايبين برضو فيديوهات ليك يا كابتن وكده، يعني قول انت خدت تاني ورحت رايح واخد اول بعديها بشهر، لا اكيد اكيد حصل حاجه في السوفت وير عندك، اكيد بصيت بصه تانية، ايه اللي حصل؟ برضو انا لسه مكمل، لان انا معتقد في الوقت ده ان انا ما اعرفش حاجه عن الاحتراف لسه، وفضلت مكمل بعدها كمان ثلاث ماتشات، ثلاث بطولات كمان، ثلاث بطولات جنوب افريقيا. بعديها بقد ايه لعبت؟ بعدها تاني بشهرين لعبت، اللي جاي بقى هو اللي فيه تقل كله، تقل كمان اكتر، لان انا سنه كام الكلام ده معلش؟ كل ده 2016، احنا خلي بالك بنتكلم من شهر 4 2016 لشهر 11 2016 هيكون انا لعبت خمس بطولات. هو انت عملت ترانسفير لجسمك ده في سنتين؟ ده الفتره من 14 ل 16 الفتره اللي انت قعدتها في الكويت. برافو، عوضت سنين طويله. ده انت لا كل أنا في لا والنقطه ان انا في السنه الثالثه وصلت مستر اولمبيا. انت كل مطب في حياتك ده يوقف الاف الشباب، ما يعني هو كل مطب اللي انت بتحكيهم ده بيقع في النص، الاف الشباب ما بتكملش طبعا، لان الموضوع صعب وكان بيعدي ايام صعب، بس الفكره كلها ان انا عندي هدف وعندي حلم عايز احققه. طيب رحت جنوب افريقيا خدت اول، خدت ارنو كلاسيك، ودي بطوله كبيره جدا، ودي كان بيجرامي هيلعبها الشهر الجاي بس مختلفين، ودي طبعا كانت اول بطوله تتلعب في الوقت ده في ارنولد، وكان اول مره بقى اشوف ارنولد واشوف خضه تاخد اول، فخدت اول. طب فاكر البطوله دي حد قال لك كلمه حلوه شجعك؟ حد من الابطال الكبار زي ارنولد شوارزنجر، حد من الابطال الكبار قال لك انت هتوصل؟ انا ما كنتش معروف في الوقت، انا ما كنتش معروف خالص. انت رايح واخد شنطتك، انا يعني واحد ما يعني ما حدش يعرفه، لان ما لعبش ما لعبتش رياضه كمال اجسام في مصر، ما لعبتهاش في اي مكان. انا واحد جام يعني واحد نط على اللعبه وخلاص، واخد شنطتك ورايح محدش يعرفك ومشاركتش في حاجه، وفجاه بقيت انت الاول. بس فالموضوع طيب. معايا طبعا بس اللي هم اصدقائي اللي في النادي طبعًا والناس طبعا. سافرت لوحدك؟ سافرت لوحدي. يعني معاكش لا مدرب ولا مدرب؟ لا في الوقت ده كان معايا مدرب بتاعي طبعا، وكان معايا كان انا في الوقت ده في تيم اكسجين الكويت، وكنت مدربي كان احمد عسكر، فكانوا مصري؟ موجودين. لا كويتي، كويتي. فكانوا موجودين يعني. هم كانوا موجودين مش عشانك، عشان في لعيبه، عشان الفريق كله، ولكن برضه هم اساس في الوقت ده، كان هم انا ما كنتش اعرف لا اعرف انجليزي ولا اعرف اي شيء ولا اعرف بدوا يعرفوا كل حاجه، فهم كانوا اتعلمت اتعلمت لغه وتعلمت كل الكلام طبعا. يعني انا ليه بقول الكلام ده؟ انت يعني معلش انت دلوقتي عايش في امريكا، فتعلمت لغه وطورت نفسك. لا 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 قصه. طيب خلينا نروح بقى على جنوب افريقيا. رجعت الكويت ولا طلعت من بره؟ رجعت على الكويت. حلو، مكمل في طريقك بتتمرن وبتشتغل وشغال لسه؟ كل ده نجار لسه؟ كل ده شغال نجار، وبجيب اكلك ووجباتك وفي النادي بالليل بدرب، وكل ده وانت شغال بتنام لك ساعتين ثلاثه في غير بقى اللعيبه اللي جايلك من بره بقى بتلعبك، اللي جاي مريح ومصروف عليه ومعقول، كل واحد على حسب ظروفه، كل واحد وانت بقى انت يعني زي ما بيقولوا واخدها من تحت خالص، بس وكلها بمجهودك. بعد كده بطوله ايه؟ قدمت طبعا بطوله اسبانيا، وسافرت اسبانيا لعبت ارنولد كلاسيك، وهنا تعبت شويه وكان حصل لي انفكشن في العضل عندي، بس خدت مركز ثالث في ارنولد كلاسيك. اساسا انا في الوقت ده كنت محترف معايا كارت احتراف، بس انا ما اعرفش كنت ايه يعني. انا اساسا لما كسبت ارنولد كلاسيك انا محترف، ادوا لك كارت احتراف المفروض ان انا خلاص، مش عرفك، بس انا ما اعرفش حاجه عن الاحتراف، ما اعرفش يعني ايه كارت احتراف في الوقت ده. ومع ذلك انا كملت ولعبت هو تاني في ارنولد كلاسيك اوروبا، جالك انفكشن في العضله وخدت مركز ثالث، وروحت من اسبانيا ان انا دخلت المستشفى قعدت شهر تقريبا، عملت اربع عمليات في العضله عندي، وكان الانفكشن ده كان سببه ايه؟ جرح؟ كان جرح وحصل فيه نزيف، وطبعا كان الدكتور عمل فيه قطع في الوريد فحصل نزيف، فقعدت عملت اربع عمليات في الوقت ده، قعدت في المستشفى شهر، وهنا جالي اصلا مرض السكر في المستشفى. طيب انا عايز اعرف تفاصيل، لان العمليه دي ثلاث عمليات للبطل كمال اجسام، العضله بتخس جامد، بس هعرف تفاصيل الموضوع ده بس بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل قصه وحكايه اسطوره من اساطير كمال اجسام، شاب مصري زي كل الشباب المكافح محمد شعبان بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين حلقتنا مع الكابتن محمد شعبان نجم مصر في كمال الاجسام. كابتن اتكلمنا وقفنا عند بطوله اسبانيا، عند بطوله اسبانيا وخدنا فيها ثالث نتيجه الانفكشن، رجعنا عملنا ثلاث عمليات في العضله، اللي هو احنا رجعنا من اسبانيا دخلنا المستشفى وعملنا اربع عمليات في العضله بتاع اللات، وفي الوقت ده طبعا جالي مرض السكر. جالك السكر
في المستشفى الدكتور، طبعا انا لقيتهم حاطيني على جهاز انسولين، فبعدين حسيت بتغييرات في جسمي، وبعدين سالت الدكتور قال لي انت جاي عندك سكر. سكر؟ طبعا صدمت في الاول، وبعدين انت كنت تشتكي في السكر قبل كده؟ لا لا نهائي، وما عندناش. وبعد ما وصلت المستوى ده خدت انت مطب جديد؟ خدت مطب جديد، بس هنا بقى الفكره اصلا. إيه قبلها انا كنت اساسا عندي مشكله تانية في المخ، وما امنتش بالموضوع ده. ان الدكتور قال لك انت مش هينفع انت لازم تفضل على علاج طول العمر، وانا دايما ما بقومش. الدكتور ده كان هنا ولا هناك؟ هنا في مصر. في مصر. اه فانا دايما بشوف ان اي مرض هو انت لو طالما ان هو مش حاجه بتوجعك او شيء، يعني مثلا زي اصابه او جرح او كده انت مش حاسه، بعتبر ان هو ذهني. اذا انت امنت بيه فانت هيبقى. خلاص اصبت بيه. اصبت بيه. فانا ما صدقتش. دي كانت امتى دي؟ دي كانت في المستشفى اخير في امريكا مع الفيروس الاخير. لا دي هنتكلم عليها بعدين، بس انت كنت تعبان. ده انت بص انت اتمرمطت جامد. دي كانت في امريكا وانت في احد المستشفيات بتعالج من فيروس جالك في الجهاز الهضمي. دي كنت رايح اعمل عمليه منظار بالمعده. ياخدوا 3 اجزاء من المعده كده يحللوا. دي قبل اولمبيا. قبل مستر اولمبيا بشهر. لا دي قبل اولمبيا ب 12 يوم. يا خبر ابيض على الحظ. ماشي ماشي، هنجيلها دلوقتي يا جماعه. طيب احنا عملنا العمليات، وانت في المستشفى بتعمل عمليات قال لك انت عندك السكر. هدي لوحدها بطلت. فدي لوحدها كانت طبعا صدمه شويه ليا، بس ما صدقتش الموضوع ده. ما صدقتش خالص. فضلت ماشي على العلاج وماشي على النظام. انا ما صدقتش، لان انا راجل رياضي وباكل اكل كويس صحي وبمارس الرياضه. ازاي يجيلك سكر؟ ازاي؟ بس هو ده اللي حصل. ان انا اتغلبت ونظمت اكلك. 2016 لحد 2018 انا مريض سكر. وانت ايه؟ مريض سكر. بعد كده الحمد لله. تاخد انسولين وتاخد باخد انسولين ودلوقتي الحمد لله. الحمد لله. الله اكبر. يعني انت قهرت حتى مرض السكر؟ لان ما صدقتش. انا بقيت كل ما اروح اعمل تحليل انا مش مقتنع ذهنيا، مش شايف ان انا مريض. انت مصابر جامد جدا. فكملت انا حتى طلعت المستشفى. انا فاكر ان انا طلعت المستشفى شهر 10، بعدها ب4 اسابيع لعبت بطوله مستر اولمبيا ثاني في الاردن. كسبت وعملت وخدت مركز ثاني. وانت عندك سكر؟ وانا ما بطلتش تمرين. لا ما بطلتش. انا مفيش حاجه اتغيرت في حياتي اصلا. شغال بنظام غذائي والاكل كل شيء. بالعكس انا كنت ماشي على نظام غذائي صارم اكتر كمان. ان انا ازاي انا مريض سكر؟ الله اكبر. طيب لعبت بدات امتى تلعب احتراف؟ 2017 انا ريحت. يعني انا خدت الكارت في 2017 لما طبعا عرفت ان انا محترف وان انا محقق كارت الاحتراف. ريحت في السنه دي لان كان وزني 96 كيلو 95 كيلو، كنت بلعب في الوزن ده. طب وده وزن قليل ولا كبير؟ وده كان وزن قليل. قليل عشان تلعب في الوزن المفتوح عشان تزيد. عشان العب في الوزن المفتوح لازم تقف مشاركات وتكبر نفسك. وما كانش ينفع العب في الوزن اللي هو 212 لان الجسم بتاعي ما يمشيش على كده. بدات تكبر. الشاسيه بتاعه يشيل. وشكله يبقى افضل لو حجم زاد. يعني انت 211 او الوزن بتاع 212 بقيت اكبر منه، بس وزنك ما خلكش محترفين مريح، فلازم تقف سنه عشان تزود الكتله العضليه. وكمان ما تسمحش ان انا كمان العب، فكان لازم اشتغل وسيف ماني وسيف فلوس عشان تقدر العب تخش على عشان اقدر العب في الاحتراف. كل ده برضه شغال نجار والدنيا ماشيه. وقفت بقى خلاص. وقفت النجاره وبس اتفرغت ان انا بدرب، وكان طبعا ظروفي بقت احسن الحمد لله. ان انا شغال في الرياضه بس. 2018 شهر 7 دي كانت اول بطوله احتراف. كان فين؟ كانت في اسبانيا. تمام. وخدت مركز خامس. خامس الاول بيتاهل على طول مستر اولمبيا. والاول الخامس بيقعد يجمع نقط. والاول كان في الوقت ده ايام بير، كان من كندا وكان اللي هو اساسا في التوب 10. بس خلي بالك مركز خامس ده كويس جدا. في اول بطوله ده انا فرحت جدا بيه. ان انا اول ماتش وخدت مركز خامس فرحت جدا بيه، ولكن برضه ما عملتش حاجه. لان لحد دلوقتي ما وصلتش الصدمه، لان صدمتي هتكون عند ما اخد المركز والبطوله اللي انا عايزها، وساعتها هبطل ان شاء الله. ان شاء الله مش هتاخدها باذن الله. ان شاء الله وشنا يبقى حلو عليك باذن الله. ففي الوقت ده انا كملت لعبت بعدها تاني. لعبت رومانيا خدت مركز ثالث، ولعبت ايطاليا خدت مركز خامس. كل ده في 18؟ كل ده في 18. لعبت 3 بطولات محترفه. جمعت نقط توديك مستر اولمبيا ولا لا؟ لا ما قدرتش. ما قدرتش. لا اول سنه تشارك احتراف صعب. بس لعبت 3 بطولات وحققت فيهم مراكز حلوه. ومش النقطه، مش الفكره، مش كلها ان انا اروح اولمبيا. الفكره انا عايز اشوف نفسي حالتك وشكلي ما بين المحترفين. برافو. بغض النظر عن المركز انا فين؟ انا فين منهم؟ طب وايه اللي ناقصني؟ وايه اللي انا ممكن احسنه عشان ابقى افضل؟
2019 كانت هي السنة طبعا المهمة واللي كان فيها انجاز حلو، ان هو انا لعبت ماتش واحد وتأهلت منه دايركت لمصر. خدت اول؟ خدت اول. انهي بلد بقى؟ في البرتغال. البرتغال خدت، لعبت هناك البطوله بتاعت البرتغال. كانت مستر اولمبيا البرتغال. خدت اول، خدت اول كارت مستر اولمبيا. بس تشارك 2020 ولا اشارك 2019 اخر 2019. تمام. ولعبت 2019 ما ظهرتش كما يجب. خدت كام في 2019؟ خدت مركز 16. بس ده كويس جدا في اول مشاركه مستر اولمبيا 16. انا ما كنت يعني، بس عشان الناس تبقى عارفه كام لعيب بيشارك مستر اولمبيا؟ في كان في الوقت الحالي 18 ل 20 لاعب. طيب يعني انت بتتكلم ان انت دخلت يعني كونك هو ان تتاهل. اولا فكره مستر اولمبيا ازاي هيثم، ان انت كمان تتاهل لمستر اولمبيا في حد ذاته ده انجاز، ده تاريخ. تاريخ انك انت تقف على الستيج ده، على المسرح ده، وتحقق وتشارك الناس دي طبعا. ده لوحده انجاز كبير قوي. الناس صحيح. المفروض احنا يعني الناس، في ناس كتير بتحارب عشان توصل له. صحيح. طيب رحنا مستر اولمبيا 2019. طيب بعد ما رجعنا من مستر اولمبيا شاركنا في بطولات تانية وخلاص الموسم الجديد هيبتدي، عملت ايه؟ لا بدأنا فكرت بقى، كنت في الوقت ده لحد الوقت ده انا في الكويت. طب مين بيمرنك؟ خليني عشان ده مفترض طرق. انت في الكويت بتتمرن مع الناس القديمه اللي معاك، فانت قلت عشان اوصل للستيب ده لازم اخش اتمرن مع الناس الجامده بقى. خلاص هنا جامدين. بقى هنا غيرت نقله تانية. غيرت بقى عملت ايه؟ هنا طبعا سافرت، مشيت من الكويت طبعا، استاذنت كل الناس اللي انا شغال معاها والناس اللي وانا بالزبط. في دي مرحله يا اما هنا زي ما انا اتنقلت وسبت المعصره ورحت الكويت، فكان لازم اتنقل من هنا عشان طالما ان ما حدش عاطيك اللي هو ما حدش مؤمن بيك كفايه فلازم تتنقل. برافو عليك. او انا دايما اقول للناس المكان اللي ما حدش مؤمن بيه فيك وما حدش شايفك انك انت هتوصل لحلمك سيبه. برافو عليك. اتنقل، غير الناس دي. ده مهم جدا، لان انت لازم تسيب الناس اللي هتديك طاقه سلبيه. نعم. الناس اللي مش مؤمنه بيك سيبها، روح لمكان. نصيحه غاليه. دي نصيحه. المكان اللي انت فيه او الفرقه اللي انت فيه او تيفر مش مؤمنين بيك سيبهم. سيبهم، روح لمكان يؤمنوا بيك بس عشان تقدر تنجح، وعشان حد تلاقي حد تاني يساعدك. صح. فانا لقيت نفسي في المكان ده، هفضل في نفس، مش هتقدم. هنا مع كل الاحترام للمجموعه. لا 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 طبعا. مع كل الاحترام. وانت لسه اصحابهم وحبايبك لغايه دلوقتي. لا انا الحمد لله ما عنديش مشاكل مع اي مخلوق. واضح كده. فقلت هروح امريكا. وفعلا 2019 انا مشيت على امريكا. طيب لما رحت امريكا انت رحت على مين؟ حد قال لك تعالى ولا انت قلت هروح لوحدي؟ عملت ايه؟ ايه الطريق اللي انت خدته؟ طبعا انا في امريكا طبعا عندي حياتي وعندي مستقر هناك دلوقتي. انما بتكلم 2019 بقى. كان الموضوع صعب، وكان هناك مدربي طبعا تشارلز باس. ده مدرب كبير. اللي هو طبعا جاد فازر بتاع الاب الروحي لكمال الاجسام. انا كان نفسي اتمرن معاه. مرن مين قبلك؟ مرن فيليكس ويلر. شون رودن الله يرحمه. ايه ده بكام جد؟ مرن. طب هو اللي طلب انت تمرنه ولا يمرنك ولا انت اللي هو طلب؟ شوف النقطه هنا بقى، هي قصه كده ورا. ما انا عايز التفاصيل دي يا كابتن. فانا طلبت منه في الوقت ده ان انا عايز اتمرن، بس المفروض ان هو الحصه بتاعته ب 400 دولار بالساعه بتاعته. ماشي. انت كلمته فين؟ انا كلمته على الانستجرام وعايز اتمرن معاك. هو شافك؟ هو شافك؟ لا هو رد الاسيستنت قال لك خلاص ماشي نتمرن في اليوم، حددنا موعد ونتمرن. بعد انت رحت امريكا؟ اه. لا واحدة واحدة، أنت هو شافك في أي بطولة من البطولات اللي شاركت فيها؟ لا لا لا، هو ما يعرفنيش أساساً. عرفكش. أنا واحد بالرغم أنت شاركت مستر أولمبيا. ما هو في نقطة بقى كمان عايز أوضحها. أيوة. للناس. أنت ممكن تشارك مستر أولمبيا، ممكن تفضل تلعب في بطولات العالم للمحترفين في أوروبا والوطن العربي. بس بالنسبة لأمريكا أنت هتفضل مش ظاهر. الدنيا واسعة. عشان تعمل حاجة لازم تلعب هناك، كل شيء هناك، فأنت لازم تتنقل. بلدهم اللعبة بتاعتهم. عشان كده دايماً بنصح أي لاعب محترف انك لازم تلعب هناك، لازم تبني اسم هناك. ممكن يبقى عندك جمهور مصري، بس انت محتاج يبقى عندك جمهور في امريكا، لان الناس دي هي اللي هتشتري تذاكر وهي اللي طبعا عليك. طب انت كنت عارف المعلومه دي قبل ما تروح امريكا؟ ما هو طبعا انا رايح عشان كده. حلو. كلمته انت رحت امريكا؟ رحت على الله كده حكايتك ولا كنت مظبط؟ لا لا طبعا معاك. طبعا عندي طبعا بيت ظبطت. طب ظبطت دنيتك يعني؟ انت يعني عايز اقول لك ظبطت حياتي. انت رايح على دنيا مش ظبطه. امين. خلاص احنا مش عايزين نعرف تفاصيل بس. رحت بعد كده، رحت بعت وانت في امريكا، وانا بقى موجود في امريكا للجاد فازر بتاع كمال اجسام. بعت له رساله ان عايز اتمرن. رد عليك الاسيستنت. الاسيستنت رد وحددنا موعد ورحنا نتمرن. الاول قلت له شوفني الاول. انا بس عشان نقول اللعبه مكلفه قد ايه الساعه؟ كانت المفروض ان التكلفه الساعه عنده 400 دولار. يا خبر. فانا طبعا عايز منه بس اتمرن معاه مره عشان نفسي اخد اتصور واتمرن. فرحت اتمرنت، فقلت له الاول شوفني وبعدين نلعب نتمرن. فشافني وبعدين نتمرن بعد التمرين. ف
المفروض ان انا اطلب منه ان هو يمرني او هيعمل ايه او هيحاسبني ازاي. 400 دولار بالنسبه لي في الوقت ده يعني رقم كبير، رقم يعني. هو بالنسبه له ولا حاجه 400 جنيه. فقال لي هو بالعربي كده يعني انت عندك you have more you have too much potential يعني potential. عندك رغبه جديده او انت عندك امكانيات انت تبقى حاجه كويسه وانا همرنك بس كده. الدنيا اتفتحت بس لك. هي كده قال لك همرنك انا مؤمن بيك. بس هو سبت الحته اللي مش مؤمن هو بيك. بقى من عند انا الله. هي من عند ربنا، من عند ربنا. هو لو قلت لك ان الراجل ده باع بيت واشترى بيت جنب مني يا خبر ابيض عشان يمرنك عشان يبقى جنب مني. لا لا هو اسمراني. هو في فيديو بتتمرن واقف جنبك. هو موجود يا جماعه شوفوا لنا الفيديو ده تاني اللي هو انت بتعمل هاي سكوات لا او بتطلع على ستيب كده عاليه. هو موجود اسمراني بدقني خفيفه كده. هو موجود. هاتوا الفيديو ده يا جماعه. المدرب ده باع بيته. باع بيته. انت كنت في ولايه ايه؟ انا في كاليفورنيا. بس كاليفورنيا. هو بعد بيته كان يبعد عني ساعه او ساعه ونص. باع واشترى بيت دقيقتين مني بالظبط وعايز يمرنك. والجيم ده كان قريب منكم انتوا الاثنين. والجيم حوالي 20 دقيقه من بيتي. 2019 بدات مشتغل معاك. قول لي بقى معايا لحد دلوقتي. هو والدي يعني والدي الامريكي يعني زي ما بيقولوا. يا خبر ابيض. هو احنا هنروح امريكا على حسك. ده احنا نروح امريكا. ده احنا نروح امريكا على حسك يا ابو كباتن. ده انت كده بقيت حاجه ما شاء الله جامده قوي. طيب اتمرنت معاه ولسه بتتمرن معاه لغايه دلوقتي ومواظب ما شاء الله يعني. انت عامل فورمه الله اكبر. الحمد لله. الله اكبر يعني. الله اكبر. عامل فورمه جميله جدا. طيب اهو هي على الشاشه اهو. ده المدرب بتاعك صح اللي لابس ايس هيد ده مش كده؟ هو الراجل. هو طبعا كبير في السن ربنا يحفظه. هو اللي هو واقف وراك ده مش شايف على تمرينك. ده قريب ده يا كابتن التمرين ده كان 2021. ده قبل مستر اولمبيا والعاشر. طيب هو بيمرن لعيبه ثانيه غيرك؟ في الوقت الحالي كمحترفين كبار لا. لا هو مؤمن بيه. هو خلاص هو معوش غيري في الوقت الحالي. وطبعا هو سنه كبر كمان. طبعا. بس طبعا في ناس كتير بتروح له عشان تصور من كل العالم بيروح عشان يصوروا معاه بس او يعملوا معاه فيديو. طبعا لانه اسم كبير زي ده لما بيظهر معاهم يبقى دخلوا التاريخ. طيب هو بيمرنك وبتشغلين مع بعض وبتبذل مجهود وبيظبط لك فورمتك وكل كده. الاهم من ان هو بقى بيمرنك. أيوة. ان انت حسيت ان لما حد بتحس ان هو مؤمن بيك انت. فاكر انا قلت لك ان لقيت والدي مؤمن بيك فانت ادت لك دفع. عشان تقول لشخص مؤمن بيك او شخص بيدعمك تقول له شكرا. انا بعتقد كلمه شكرا هي انك تنجح. الله عليك. شكرا للي امن بيك ان انت تنجح. انك تنجح ما هو مش انك تقدم له حاجه. بس عايز اقول انت عمال تقول الحكم بقى يعني. والله العظيم والله العظيم بتقول حكم. لا هو ده اللي انا بعتبره. انت قلت كلمه. لا استنى يا كابتن. انت قلت كلمه حلوه جدا مستحيل حد يقدر يعبر عنها. كلمتك للي بيؤمن بيك عشان تقول له شكرا انك تنجح وتحقق حاجه لانه هيبقى اسعد واحد. صح. مش هيبقى فرحان بشكرا. هو ده المردود. هو ليه امن؟ هو امن بيك فمش عايزك عايز في الاخر يقول انا كنت على حق. مش عايز مش عايز تطول رقبته طبعا. لا لا ده انت قصه يعني الكلمه. خلي بالك الكلمه دي مش اي حد يعرف يعبر. انا فعلا الكلام ده جوايا يعني. انت حتى شوف من كتر احساسك انت بتدمع. يعني من كتر احساسك بالكلمه وان انت فعلا حابب الراجل اللي امن بيك واللي واقف جنبك. انت عايز تنجح عشانه مش عشانك. عشان اللي وراك. عشان لو شخص واحد ممكن تكون نص كل ممكن يكون 1000 شخص مش مؤمن بيك بس شخص واحد انت انجح. ما هو انت بتنجح انت نجاحك لنفسك بس الشخص ده امن بيك ايه جزاؤه؟ الله اكبر عليك. طيب انت هوصل بقى لاخر مرحله عشان هرجع بس في مقتطفات بقى. انا واخد الحوار من تحت لفوق. هنوصل ل رحنا اولمبياد رحنا مستر اولمبيا 2021 وكان المدرب ده معاك ودخلت وخدت 10 وده كان انجاز كبير. طبعا في في الوقت ده وده وقت الضيق ده. انا فاكر في اليوم ده يعني ان انا جيت قعدت احمد ربنا لان انا في اول السنه قلت انا نفسي اتاهل و اتاهلت ازاي؟ تأهلت عن طريق 4 بطولات وكان الموضوع صعب. ايوه ما خدتش اول وما تاني في رابع في خامس خدت الوايت كارد وطلعت. بس مش وايت كارد بالنقط خدت بالنقط. اللي هو النقط وطبعا النقط دي اتلغت الوقت كمان ما عادش دلوقتي اول بس الموضوع صعب. بس الفكره كلها ان انا كنت مبسوط لان انا عارف ان استاهل افضل. ولكن انا بدفع ثمن اسمي. دي السنه اللي خد فيها بيج رامي اللي هو السانتو. بس انت اتاهلت بصعوبه وصلت. على فكره انا فاكر برضو بيج رامي اتاهل في البطوله دي برضو بصعوبه ما اتاهلش بسهوله. لا رامي كان كده كده متاهل لان رامي اي حد بيلعب مستر اولمبيا وخد رامي خد مستر اولمبيا 2020
2020؟ اه 2021. ف 2021 هو متأهل اوريدي. انت ادرى مني، بس انا فاكر في واحده منها اتاهل منهم اللي اول واحده كسبها. كان 2020 لما هو كان في كورونا وجاله كورونا لما تعب. يبقى انت فاكر اكتر مني. يعني انا قصدي اقول لك ان برضه طريقه ما كانش في البدايه ما فيهوش بالورد. ما فيش. انا في الاول قلت لك الطريق انك تنجح مش سهل. عشان كده مش كل الناس ناجحه. طيب سنه 2021 كانت سنه حلوه عليك، انت برضه تاهلت بصعوبه؟ تاهلت بصعوبه بس الحمد لله ان ربنا اكرمني باللي انا كان نفسي فيه طول السنه. يعني انا حطيت لنفسي خطه ومشيت عليها مع الناس اللي معايا، وطبعا كان في الوقت ده اساسا 2021 انا طبعا كمان ربنا رزقني بكوسكوات. فريق كوسكوات انت بتلعب فيه في مصر طبعا. فريق كوسكوات الفرقه اللي بتلعبوا فيها وبيج رامي بيلعب له وكل الفرق. فكان ده تيم كمان في ظهري. فكان في دعم. فكان مضطر اقول شكرا. يعني النجاح اكيد للناس للفرقه دي. وخلي بالك هم الهدف من سكواد الفرقه دي انه يطلعوا زيكم. طبعا لان هم بيحط النهارده، شوف النهارده كل الناس بتشوف ان الموضوع بقى سهل. انك انت جه من معصره وبقى قاعد في. خلي بالك كوسكواد ده فكره صغيره، يعني المستر اسلام كرتون في البدايه مؤسس كوسكواد وامن بيكم وصدقكم، والهدف دلوقتي انه يطلع طاقات الشباب او يهديه. شوف انت لما بدات ما كنتش عارف تروح الاحتراف ازاي، فالنهارده كوسكواد بياخدك من ايدك بيوفر على الشباب طبعاً. وبعدين كمان احنا بنحاول نقول للشباب الموضوع مش صعب. انت تقدر. تعالى تعالى ضيع طاقتك يعني ابذل طاقتك دي في حاجه مفيده. بس مش إيه عايزك تحس ان كل حق هو كل حد بيدعمك هو محقك. لا صح. عشان لو انت حسيت النقطه دي ساعتها مش هتقدر تدي كويس. هو مش حقك. طيب خلينا نروح ل 2021. الحمد لله ربنا كرمك، دخلت مستر اولمبيا، بدات تستعد لبطوله مستر اولمبيا بتاعت 2022. 22 بقى كانت سنه مليئه بالمشاكل. يعني كانت ماشيه حلو جدا. ماشيه كويس. لعبت كام بطوله فيها؟ لعبت بطولتين. عملت فيهم ايه؟ واحده خدت مركز ثاني. كان فين؟ كانت في كاليفورنيا. كاليفورنيا. ولعبت ولعبت كندا تورنتو، برو خدت مركز اول. اتأهلت باسبوع. خلاص خدت الكارت المستر الاولمبي. وهنا كنا حاطين خطه نفس ما حطينا خطه 2021. كنت بتمرن كويس او كنت عامل فورمه؟ كنت بشوف الصور. كنا حاطين خطه وكنا بنشغلين، كان المفروض ان انا اعدل نقاط عندي معينه في جسمي، ان لو عدلتها ان شاء الله هخش توب 6 توب 7. انا كنت حاططها يعني امل ان انا ربنا كرمك ممكن تلت اشهر سنه اتقدم عن السنه اللي فاتت. ممتاز. انت كنت 16 بقيت 10 وداخل النهارده تحقق حاجه قدام. بدات الناس في المحكمين يشوفوك فبدات تعرف. وبدات اخد وعمال اخد اراء الناس وكده وبشتغل معاهم وماشيه كويس جدا لحد 17 11. يا خبر ابيض، ده قبل 12 يوم. قبل لا قبل اولمبيا بالظبط باربع اسابيع. بكام؟ اربع اسابيع. اربع اسابيع قول 28 اول شهر. ما هي 18 ما 18 12 البطوله. فشهر بالظبط قبل اولمبيا. حصل هنا بدات اتعب وعندي مشاكل في المعده وعندي مشاكل. حسيت بايه؟ لا انا وصلت لحاله انا مش عارف عندي ايه. انا كنت يعني بتاكل مثلا ولا بيحصل ايه؟ ما كنتش بقدر اكل نهائي ولا ما كنتش بنام والله. وسهيس من الوجع. انا كنت ساعات بالليل ببكي ان انا نفسي انام. نفسي انام بس وعايز اعرف عندي ايه. وتخيل ان تعب سنه كامله يروح في يوم وليله. لكم في عونك. فكان الموضوع صعب. طب يا جماعه احنا عندنا فيديوهين كده. دي فورمتك قبل. الله اكبر. 17 11. الله اكبر. دي الفورمه اللي انت بتاخدها ايه زي ما بيقولوا بيدفنش بقى ويظبط عشان البطوله. قبل اولمبيا باربع اسابيع. دي الفورمه دي قبل ما يجي لك الفيروس. وعندنا فيديو كمان لمحمد شعبان بعد ما جاله الفيروس. بس لما نستكمل الفيديو ده طبعا هنا بيصوروك وبيجهزوا لك حاجه دعائيه. كان الموضوع كنت ماشي كويس جدا. كنت فرحان الحمد لله بفضل ربنا كنت ماشي كويس جدا. الفيديو ده كان فين يا كابتن محمد؟ ده كان جولد جيم فينس في كاليفورنيا. كاليفورنيا. ده بعد تمرينه وبياخدوا لك بقى لقطات والحاجات دي بتبقى مهمه عشان المحكمين بيشوفوك قبل ما تروح. طبعا لان انت كل يوم بتصور وتبعت للمدرب وتتابع. بالظبط. فهنا كان ما شاء الله الله اكبر. كانت دي احلى فورمه ليك وصلت لها كابتن يعني محمد. كنت عامل شغل ان انا حاسس ان انا هعمل حاجه كويسه. مفيش مشكله. انت يا باشا لا طبعا ده بالعكس ده انا اولمبيا المره دي انا سعيد افضل من اللي كسب البطوله. طيب انت يعني دخلت بقى المستشفى وبدات تعمل منظار معده. هنجيب الفيديو الثاني اللي هو بعد بقى اصابتك. دخلت المستشفى عشان تعرف عندك ايه؟ قالوا لك ايه؟ ما احنا طبعا دخلت اول حاجه دخلت الطوارئ ثلاث مرات لان ضغط الدم عندي كان 190 180. كان الموضوع صعب جدا. كان عندي حاجه اللي هي السي كي في القلب، كان انزيم في القلب كانت عاليه. ايه اللي حصل؟ عمل لخبطه. احنا مش عارفين. ف
لدرجه ان انا خلاص يعني دماغي، بس كل ده ما كانش بيديني لحظه واحده ان انا ما اقدرش العب مثلا. هلعب لو حصل ايه هلعب؟ مش كده بس عشان ما اوصلش الناس فكره ان انا لا بس هي عافيه او شيء، لا انا بقول طالما ان انا عندي بقوم الصبح كل يوم وبصحى من النوم قادر وقادر ان اتحرك. ده بعد الاصابه؟ ده قبل اولمبيا 15 كيلو على يوم 2 ديسمبر. بصوا يا جماعه يعني الصوره دي قبل اللي قبلها كده، هو انت طبعا لسه في تعبك ده اول ما تعبت ده انا بقيت 15 كيلو فقدته. يا خبر ابيض يا جماعه، لا واضح جدا انت خسيت. طبعا الشكل اصلا يقول لك ان هو ده غير الشخص الثاني. طبعا شكل مختلف تماما، 15 كيلو متوزعين على جسمك فقدته. لا حول ولا قوه الا بالله. غير بقى كمان الالم والمشاكل طبعًا. والشكل صحتك نفسها والمشكله في الوقت، ان ما عندكش وقت انك انت. طب انت قعدت قد ايه في الحوار ده؟ انا لحد 10 ديسمبر انا بعاني. انا طبعا ال 15 يوم دول مروا عليا ان كل يوم بقيت اقول لنفسي طالما بصحى الصبح اكيد اكيد ده أكيد. لا اكيد اكيد ده في ده سبب ان ممكن اعمل حاجه كويسه. انا عايز اعمل اللي دايما بتاخد الحاجه تقلبها لحاجه ايجابيه. يعني طالما بصحى كل يوم ده سبب ان انت تعمل حاجه كويسه اكيد ده ربنا. طب طلع عندك ايه؟ ولحد دلوقتي ما اعرفش فجاه اختفت الحاجه. ولا لسه طبعا عندي يوم 8/3 ان شاء الله عندي موعد مع الدكتور في امريكا تاني. بس صحتي بس طبعا الحمد لله طبعا مع العلاج. طب ادوك علاج ايه؟ مطهرات ادوك ايه؟ طبعا كان عندي اللي هو الاسيد ريفلكس، اللي هو كان عندي الارتجاع في المريء، كان عندي التهاب في المعده، كانوا شاكين ان في حاجه مش كويسه في المعده وخدوا عينه وخدوا عينه وكده. انت عشت ايام الحمد لله. غير موضوع القلب الحمد لله الموضوع استقر. انت عشت ايام صعبه. لا انا شفت ايام صعبه، بس الفكره كلها ان كانش كنت يعني لدرجه ان كل اللي حواليا مش عارف. طب انت هقول لك لعيبه كمال اجسام في بعض منهم بيؤمن بالحسد، انت تؤمن بده ولا انت شايف ان ده؟ والله الحسد موجود، ولكن يعني ربنا هو فوق كل شيء. الله ينور عليك. يعني لو انا حاولت اخبي نفسي بالزبط. او حاول لو كل انسان ربنا كاتب له شيء هيشوفه. بالظبط. وفي غيرك ما بيخبوا نفسهم وبيجي لهم. بس وفي واحد بيبقى زي ما هو من عند ربنا في الاول وفي الاخر. طب انت صحيح دلوقتي احسن؟ طبعا الحمد لله. لا انا لو كنت شفتني ايامها الاستاذ صلاح طبعا كان معايا دايما فكان شايف كان عايش الوضع يعني. طب انت يعني دلوقتي عندك انت قاعد في القاهره قد ايه ان شاء الله؟ انا قاعد في القاهره اليوم 6/3 ان شاء الله. طبعا يعني بنشكرك، انت كنت طبعا مسافر بكره قريتك وكده. النهارده واجلت ده واجلت ده عشان تبقى معانا. انا بشكرك. ده انا اللي اسف، ده انا اللي ده حسن حظ. لا ده حسن حظنا ان انت تبقى معانا، ونتمنى لك اكيد ان انت تبقى ان شاء الله احسن وتكمل. طيب انت بتمرن دلوقتي عادي؟ الحمد لله مرن عادي لا الحمد لله انا سبحان الله. طب غير الغذاء والاكل تمام؟ تمام الحمد لله. هو الفتره دي بدات تتحسن يوم عن يوم. انا زي ما قلت لك نفسيا والله انا فاكر يوم ما خرجت من اوضه العمليات الدكتور قال لي هتقعد 3 ايام ما ينفعش بعد المنظار تتمرن او تسافر او فقلت له ماشي. فانا فاكر في اليوم ده كويس قوي، خرجوني بكرسي بعجل ودوني السياره فركبت روحت البيت ساعه بالظبط ما قدرتش اتحمل طلعت على التمرين. مش قادر تصدق ان انا طلعت على التمرين اتمرنت. ممكن يكون ده شيء غلط بس انا جوايا ان عايز مش عايز استسلم. طب ما انا احاول طالما انا قادر اتكلم قادر اتحرك قادر خليني احاول لحد قبل اولمبيا بيومين. انا بقول انا هحاول هقدر ولا لا الله اعلم. قلت انا عايز اظهر على الستيج بشكل كويس. انا مش مهم. انا حتى كان في مكالمه بيني وبين طيب يعني كانت مكالمه بيني وبين رامي في الوقت ده هتقدر مكالمه بينك وبين انا وبين رامي على التليفون بقول له بنتكلم في الموضوع ده. قال لك هتقدر؟ لا هتقدر. قلت له احاول. قال لي لو مش هتقدر بلاش عشان صحتك يعني خايف عليك. خايف عليا طبعا. فقلت له هحاول لحد قبل اولمبيا بيومين. انا بقول هحاول. قصه يعني قصه فيها كفاح ولسه بس لسه عندك ان شاء الله لسه أنا عندك. ما عشان كده انت مؤمن بنفسك. طب انت ناوي تخش بطولات قريب؟ يعني دلوقتي عايز بقى تخش بطوله عشان تتاهل الاولمبيا اللي جاي؟ انا بظبط المشاكل اللي عندي الاول الاول ان شاء الله ما فيش مشكله. اول ما اتحسن واحس ان انا عايز مش عايز اظهر على المسرح تاني لما اكون 100% سليم ومش عايز اظهر بس ان انا العب وبس. انا عايز احقق لان قلت انا ماشي على 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 حلم عايز احققه ان شاء الله. فعايز اوصل ان انا لما اطلع على المسرح اعمل حاجه كويسه. هتعمل ان شاء الله ان شاء الله. الاصرار ده يعني عندك اصرار وعندك ليفل عالي من التحدي الحمد يعني لله. انا شايف حتى في عينيك ليفل تحدي بس باعصاب هاديه وبدون شد بدون تنشنه.
بدون حاجه. طيب احنا مجهزين شويه صور كده اعزائي المشاهدين، نجهزها كده وهنقول. طيب نبتدي بالصوره دي، اولمبيا بيج رامي معاك اهو، اولمبيا 21 انا واحمد دي هناك في امريكا وحسن طبعا، ناخدها من اليمين. بيج رامي، بيج رامي، حسن مصطفى، حسن مصطفى نجم مصر برضو كمال اجسام، مستر اسلام قبطان طبعا مؤسس نادي او احمد الورداني البطل الكبير بقى، احمد الورداني، والشخص ده مش عارف لا ما تعرفوش انت اللي شايف الثالث ده طبعا. انتوا كلكم الجميل ان انتوا كلكم، لا ارجعوا لي صوره ثانيه معلش يا جماعه، الجميل ان انتوا مصريين بتنافسوا بعض بس كلكم مع بعض طبعا، ومدين صوره للبلد حلوه. المسرح حاجه يعني هتلاقي ليا فيديوهات دايما انا على الاستاج، المره دي كانت على المسرح بشجع رامي، اما السنه اللي فاتت نفس الشيء بشجع رامي. طيب يعني انت في المسرح قاعد بتشجع بيج رامي، وهو لما انت بتطلع بيشجعك طبعا، كلكم ورا بعض مدين صوره لمصر حلوه هناك، وده المهم. تخش على الصوره اللي بعد كده يا جماعه، ده مع معالي الوزير دكتور اشرف صبحي، دي كانت امتى؟ 2018 2018 اول ما بدات تظهر. دي كانت في الوزاره؟ دي كانت في الوزاره. طب الهدف من المقابله كان ايه؟ كانت 2018 كنت عايز اسافر امريكا، كنت عايز تسهيل للناس طبعا، والشباب مشكله بتقابل الشباب النهارده انها بتقابل صعوبات عشان تسافر امريكا، فكنت عايز ان هو حل المشكله للشباب مش بس لمحمد شعبان. انت رايح لنفسك ولغيرك. يعني حل ان الناس اللي بتصرف وبتجتهد مش عايزه غير تسهيل في الاوراق، مش عايزين فلوس، مش عايزين حاجه، هم عايزين تسهيل بس، قرار وزاري حاجه بس اي شيء ان هو كان يساعد الشباب على الصحه. استجابه للاسف لا يمكن ما اعرفش يعني هو يعني ما يعني بس انت ما استسلم يعني برضه لا مشيت من عند لا طبعا والنهارده انا يعني انا قاعد مع حضرتك ومعايا جنسيه امريكيه ومعايا جنسيه مصريه وبلعب باسم مصر. بتلعب باسم مصر؟ لا انا عايز يعني انت دلوقتي معاك جنسيه امريكيه ومصريه وبلعب باسم مصر، وبلعب باسم مصر في اولمبيا. الله عليك، يعني بالرغم من كل ده بص يعني بالرغم انا عايز اقول ان لا قول لي انت جيت من معصره بقيت جنسيه امريكيه ازاي؟ ومع ذلك انت بتقول انا هفضل امثل مصر والعب باسم مصر. لا طبعا. طيب نشوف الصوره اللي بعد كده، ده الحاج كبير، ده الحاج، الحاج. طيب يعني لما بدات تحقق دي صورتك معاه، ده في حصاله الحديد ده ما سابكش كمان؟ لا هو معايا دايما بحب اخده ساعات. لما انت حققت نجاحات انت قلت انا لو عايز تقول شكرا للي امن بيك انجح. انجح قال لك ايه؟ مبسوط جدا دايما يعني بيشجعني ودايما، لان طبعا احنا يوميا بنتكلم حتى في التليفون فيديو كول وكده، فهو صاحبي مش ابويا يعني. الله يخليه لك، ربنا يديه الصحه ويحفظه. طب لما تعبت قلت له ولا كان بيجنن؟ يعني بيجنن لكن هو اللي تعبان واكتر يعني. طبعا هو واضح ان في علاقه بينكم بعد، مش ابوه دي صداقه. لا لا صداقه يعني احنا اثنين اصدقاء مش اب وابن يعني. وبتحكي له كل حاجه وتفاصيله كل يوم. كل يوم يعني. كل يوم مع بعض. طب اخر نصيحه اديها لك ايه فاكرها؟ اخر حاجه كده قالها لك في التليفون، استنوا يا جماعه بس الصوره دي هتقول. هو قال لي ربنا يكرمك وهتوصل دعوة، بس قال انا يعني مقتنع تماما ان انت هتوصل وهتوصل اللي انت عايزه، واهم حاجه صحتك. الله، دي كان دايما يقولها لي في التليفون في الفتره الاخيره. ربنا يخليه لك يا رب. طب نخش على الصوره اللي بعد كده، دي وانت في ورشتك، في الورشه، ورشه النجار. دي كانت طبعا في قريتك المعصره. دي كانت طبعا دي صوره دي بدانا بيها الحلقه 2014. دي وانت يعني بالعكس انت فخور بكل فتره بفترة حياتك. لا بالعكس، ده انا بحب اللي ينسى اللحظات ديت يبقى ازاي انك انت اساسا هتكمل لو ما كنتش تفتكر اللحظات دي. طيب الصوره دي في رومانيا، وكانت ماخد المركز الثالث في بطوله مصر رومانيا. طب مين ده؟ ده كان تبع، كان معايا في الوقت ده كنت عايز اشكر السفير المصري في امريكا. السفير المصري؟ لا كان مع المجموعه، مع المجموعه، والسفير المصري وقتها كان حضر البطوله، وبعدها عزمنا على العشاء وتعشينا انا وهو الاسره بتاعته. كان محترم جدا جدا طبعا. دي طبعا مع صديقك وحبيبك، ده طبعا مع رامي ربنا يوفقه في البطوله ان شاء الله. بيلعب مستر كلاسيك، ارنولد كلاسيك، ارنولد كلاسيك له اسبوعين، فعايزين ندعي له برضه ربنا يوفقه ويكرمه ان شاء الله. ندعي لك بالتوفيق ان شاء الله. ربنا يحفظك محمد. الوقت الحلقه عدت سريعا وانا اتبسطت جدا. ده انا اللي مبسوط جدا والله ان انا معاك، وبصراحه اتمنى ان اكون وصلت للناس فكره ولو صغيره عن محمد شعبان، ويعني من الشباب ان انت تقدر تعمل حاجه، ان مفيش مستحيل، واللي قدامك ده شخص بسيط جدا وطلع من مكان بسيط جدا، بس انك تقدر يوصل لحاجه
مش حاجه كبيره قوي، بتمنى اكبرها إن بس ان شاء الله انك انت تقدر تبقى زي او احسن، وتبقى زي رامي او احسن، تبقى زي ورداني او احسن، زي حسن، كل الناس مفيش حد احسن من حد. انا بشكرك، نورتني وشرفتني يا كابتن محمد. ربنا يحفظك عليك، ربنا يديك الصحه ليك ان شاء الله. ربنا يديك الصحه، اتشرفت بيك، نورتني وشرفتني. اعزائي المشاهدين، دي كان حلقتنا النهارده مع نجم كمال الاجسام المكافح، قصه كفاح كبيره لشاب مصري ابتدى وانتهى بالمطاف في كواحد من اعظم او من احسن لاعبي كمال الاجسام في العالم. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.